بسم الله الرحمن الرحيم. تلاقينا ونعم بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. وكل يوم حكاية، وتو بنخش في حكايات اللبس والشري والواحد، ونبدأ عاد الاستعدادات للعيد. ونبدأ عاد كل واحد الدكان، في زمان يخيطوا، كانوا يمشوا للخياطين هلبة. يحكي لي أحمد بن طاهر، قال لي هو تارزي طبعا، واحد يمشي لعمي مصطفى اليازي الله يمتعه بصحيحته وعافيته، وخاصة كان يخيط نسائي، عمي إبراهيم شنيبة، محمد عاشور، فاضل الطشاني رحمة الله عليه، وبعدين قشعل للبس العربي، كانوا يمشوا يخيطوا. وهدوما كلهم أغلبيتهم قاريين في إيطاليا، متعلمين الصنعة، عمي مصطفى اليازي في إيطاليا، أحمد بن طاهر في إيطاليا، إبراهيم شنيبة في إيطاليا، علي الشيباني كان في أول في شارع 24 ديسمبر، قالوا لي متحفظها من اليهود، كانوا يخيطوا. قالوا أول ما بدت البدلة كانت بسبعة جنيه، بعدين طقت بخمسة وعشرين، بعدين لكن سبعة جنيه اللي قمت. وخلي وإحنا صغيرين عاد وين يرفعونا لسوق الترك. سوق الترك هذا كان كل أغلبيته ملابس، باب الحرية طبعا، حتى هو كان فصله الكنادر زي الشكماني وزي الحاج عيسى الزيات وعمي محمد الفلاح ومجموعة، حتى هي كان كل واحد يقدر. وكانت تجي الناس من برا حتى هي تقضي قرب عيد، وحتى ما يعرفكش مال الدكان. زمان ما يجيب كان أهمنا تلقاهم شادم ما شاء الله في لي أربعة خمسة صغار حشايونهم، ستة صغار ثلاثة صغار، يجيب ما كانوش نسوي نصر، ياخذونهم بالهيله ويرفع، يقول له ارفع قيس، اللي جه واللي ما جاش غدوه رده. سبحان الله، من غير ما يدفع حقه. سبحان الله، الثقه هي كيف كانت الناس، وتاخذ بالخاطر، ويبدو عاد هذاك كذا، وبنيات يبدو فرحانين، افرح الليله ليله عيد وافرح يا قفطان جديد، تبدا عاد الراجل في قفطيناتها. وفي اللي طبعا يخيطوا عند الخياطات في هلبة، كان التارزي هذا معروف، وكان الخياطات كانوا معروفين، والكبار حتى هم شن ياخذونهم حوالي قفطية، حولي باصمة، حولي كان على الموسم اللي هو كان، وقت شتي شتي، وقت صيف صيف، وكلها تفرح. هذيك بعد ما تموا عاد أحلى زي ما حكينا حلاواتهم، وتموا عاد التفريق، كل حوش صينية، هذا يجيب صينية، وهذاك ترد له، وهذاك ترفع، وهذاك كذا، فيها من خمسة مقريضات خمسة، ويتحشموا ما يحطوش خمسة، وفي اللي يخاف من العين يحط عاد خمسة ستة مقروضات خمسة غريبات على الصفرة، اللي العدد اللي مدارية عليك عكات، وعاد يبدو يفرقوا للجيران من هنا ومن هنا، ويبدأ عاد زي ما حكينا الصغار من كل واحد رفعت صغيراته باش يقيس لهادو كنيدرات هادو كذا، وخاصة سوق الترك بدالي وكبار، وزي والكبار همنا. وكان في باطة مشهور معروف، باطة كان عنده فرعين، واحد قدام السنوسية قدام الضرائب، والتاني في شارع الاستقلال. باطة هذا يشرو منه عاد، حتى هو تلقى هذيك الزحام، وتلقى ليل ونهار، وخاصة بعد المغرب ما فيش زحمة السيارات زي توا، تحط بعيد وخلاص، وتنزل الناس على رجليها، واللي من سوق الجمعة ينزلوا يقولوا الكوريرا، ما يعرفوا زمان اللي تبوس، اللي جاء مع بنت البيت ترفع اللي تبوس، ينزلوا عاد من بعد المغرب، ويجوا، وفي اللي يجي الصبح، وفي اللي يجي الظهر، وفي عاد، وخلينا من دروس رمضان وجماعة والمساجد تبدأ عاد من أول رمضان لليل 27، عاد تمشي للناقة تلقى ما شاء الله عليه من تدل المشايخ. الشيخ قبل لحقنا على الشيخ مصطفى التريكي، قبلها الشيخ خليل المزوغي، واللي قبلنا لحقوا عليه محمود المسلاتي وعلى مختار الشكشوكي، مشايخ وعلماء. جمع الباشا بالمشايخة، حتى هو شاي بالعين بمشايخة، يحكوا على الشيخ عبد الحميد عاشور، قال لك من جهور صوته يقولهم داخل الجامع، والصحن كبير يقولهم من اللي ما يسمعش نقوي صوتي، تبارك الله عليه. قال لك شخصية من شخصيات الشيخ خليفة الساعد، يجي من سوق الجمعة مساكين أكرمكم الله على حمير، هو شنو يدرس سيد إسماعيل على النساء، يوري فيهم بناتهم ستار، ويحكي
ويوري فيهم في فقه الدين. هذاك شتاء وصيف يقولوا، حتى واحد يقولوا للعفار في الشارع بالخير، فتحلم ببان حوشة ونسوي معاه جوزته وبنياته ونسوي نات حتى هم يجي يحفظ فيهم شنو، كيف تصيمي، كيف تديري، كيف كذا. سبحان الله، في كل تركينا في جامعة بالخير، ما في الحدادية، في جامعة بالناجي، حدت ولا حرج. لكن الدروس والمشايخ والعلماء، سيدي درغوت لحقنا على الشيخ عمر الجنزوري رحمة الله عليه، والشيخ أحمد دعبيريد، الشيخ محمد بوشعالة ربي يمتع بصحته، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في جامع الناقة، ويبدو أن واقفين له، والناس زي ما تقول زي الشواة زي كذا ينظموا في الناس، والزحمة والدروس، وواحد استفاد يخلي مكان لغيره، قال لا بنمشي توا بعد العصر بنلحق عليه درس في جامعة كذا. هادو الأيام من رمضان، وليلة 27 كلها تختم عاد، يوم 27 اليوم ختم، وليلة 27 يختموا وين؟ في جامع قرجي، عمك محمد قرجي يوتي عاد الشربات، ختم البخاري، يجي الشيخ محمود صبحي رحمة الله عليه، آخر حديث هو اللي يقوله ويشرحه ويفرخ ويفرق عمي محمد قرجي، هذيك البسمة وهذيك القشطة الحمراء، هذاك كان قدام جامع سيدي حمودة مداير هذيك الطاولة فيها الجرايد رحمة الله عليه، وهذاك شرباته لتوا ما تعرفش كيف، في سر زي العبنبر اللي يدير فيه عمي محمد بالخيرات، وتو نحكي لكم عليه قصة كيف تعلم عمي محمد بالخيرات رحمة الله عليه العبنبر. لكن الشربات طبعا في جامع قرجي، والمساجد التانية يديروا في رزاطة ولا شكيرة فيها حلوى شكار ولا حلوى عادية، ويفرقوها بليل 27 وتبدأ عاد العيد، ويجي ليلة العيد، وقبل العيد عاد شنو يوتوا عاد الفطيرة، في اللي يعجنها ليلة العيد، وفي اللي في الفجر، وفي اللي قبلها بيوم، ويوتوا كل حويش، تبدأ عادي الدويرات منظفينهم، هذوك الكراسي متاع اللي يطبقوا متاع زمان، وفي اللي ما عندهاش كراسيات يمشي اللي يبنون اللي يأجر في الكراسي رحمة الله عليه، هذا من أول الناس اللي بدأ في الدوة هدية في شارع بالخير. في الكراسي هذوك اللي فيهم زي التلفيتة هكي زي المصريين زي الكورنن، حتى هي كانها ما عندهاش، كان عندها كترة عيلة عاد يجهز، كان هذا دويرة الله يبارك فيها منيديرات وفيها سلتات وفيها ستيرات زي هالستيرات أهمه، وهالحوش مبخر وواتي وحوش شمس وقمر، وتبدأ يستنوا في هذيك الناس يستنوا وشن يشرب، في اللي بعد بيفطر على شن بيفطر، أغلبيتهم في اللي يفطر على الحوت حش عيونكم، يبدأ عاد موازي حوتات واتيات، وفي اللي يفطر على زبيب حتى هو، وفي اللي يفطر في البسيسة، وفي ناس نعرفهم تدير في عصيدة، وفي ناس يقولوا يديروا في لقمة بزين سبر وعادة، ما هيش عبادة سواء درت ولا ما درتش، لكن آه عادة متوارتينها من الناس من زمان يديروا فيها، وجيل بعد جيل وخلاص. وفي توا قالوا ما ينوضوا حتى الظهر، وفي دكاكين مفتوحين اللي يقولوا لعيد. كانت الجمعة عندنا مقدسة، احنا كان ما تاخذش يوم الجمعة خبزك بكري خلاص، والله جمعة تم العشية الدنيا مسكرة. ملحقت احنا كنا نسكن في شارع بالخير المرابط رحمة الله عليه، ولا عمك العريفي بشية ولا الكوشة دوكاي، هادو كانت جمعة مقدسة. وتوا حتى العيد تفوت الساعة الصبح بس ما تلقى دكاكين مفتوحين، العيد تلت أيام يعطوها عيد. انت اللي انما لي كم تشوف فيهم بنات عمك، كم تشوف فيهم بنات خالبو، كم تشوف فيهم سيلة الرحم باهية، سيلة الرحم تطول في العمر، تو في البعيد حتى خوتها على خاطرها زي ما حكينا المرة الأولى على متروات ما يعيدش حتى عليه. لا والله حتى صاحب تصاحب بوي نمشي لني، صاحب جدي نمشي له كان هو حي، العيلة اللي كانوا جيراننا زمان نمشي لهم، سلة الرحم تطول في العمر، ويلا وكل عام بخير، وتبدأ الناس فرحانة، والعقبة الداير مش عساكب من عودة، احنا نقولوا العقبة الداير وكل عام بخير، وتو اللي سمعنا يربح واللي شافنا يربح واللي صلي على النبي يربح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.